هذا هو البيت السعيد العيش الرغيد يا راميا خير. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم في البيت السعيد. من أكبر الأخطاء في الحياة الأسرية أن تعقد مقارنة بين اثنين الله جل وعلا خالف في خلقهما. إن قبول الإنسان لأهله لأبنائه لزوجته كما هم إن ذلك من السعادة، لأنه إن قارنهم بغيرهم فلا بد أن يجد النقص ظاهرا. وأسعد البيوت التي غلقت أبوابها على السكينة والطمأنينة والسعادة تلك البيوت التي قنع أهلها برزقهم، قنع الزوج بزوجته وقنعت الزوجة بزوجها ورضوا بقضاء الله جل وعلا. إن عقد المقارنة ظلم، إن عقد المقارنة بين زوجتك وأختك، بين زوجتك وزوجة أخيك، بين زوجتك ومن كانت لك بها علاقة شرعية طلقت أو ماتت، كل ذلك لا يسوغ شرعا. فالحياة لا تستقيم إلا أن تقبل الإنسان كما هو، ثم إنك أنت الذي قدمت أو قدمت وتقدمت إلى ذاك البيت وطرقت الباب، وجميع من رأيت أو لم تكن خطبتك إلا بعد استخارة غالبا واستشارة. إذن هذا هو اختيارك، هذا اختيارك، وأنت أيضا هذا هو اختيارك في الغالب. فارضوا بما قسم الله لكم تكونوا أسعد الناس. السكينة في البيت ليس أن تكون العين زائغة أو العين خائنة أو العين مقارنة تقارن الناس برزقك بزوجتك بمالك بأبنائك. قوم ما أنت فيه، أرشدهم، متعهم، اسأل الله أن يملأ قلبك بحبهم حتى تكون سعيدا، وإلا فإن الباب سيغلق على شقاء لا على السعادة. فارضى بما قسم الله لك. هذا هو البيت السعيد.